أول حاجة أكيد هبدأ بيها حكاية المونديال هو منتخب المغرب، مفيش حكاية أعظم من مغرب البطولات، تعالوا نشوف التقرير. لو حاولت تدور في معاني الكلام عن لفظة يوصف مسيرة ومشوار منتخب المغرب في كأس العالم فممكن نقول إنه إنجاز، لكن لو بصيت على منتخبات دور ربع نهائي كأس العالم هتلاقي 8 منتخبات، 5 منتخبات منها بتمثل قارة أوروبا، هولندا وإنجلترا وفرنسا وكرواتيا والبرتغال ومنتخبين من أمريكا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين، ومنتخب إفريقي وحيد هو منتخب المغرب. المغرب واللي قدم ملحمة بكل المقاييس، في البداية قدر يتعادل مع كرواتيا في دور المجموعات، وبعدها حقق مفاجأة جميلة بالفوز على بلجيكا المصنف الثاني على العالم، وأخيرا فاز على كندا علشان يتأهل متصدر لمجموعته. بعد التأهل البعض كان شايف أن مغامرة المغرب هتنتهي قدام إسبانيا، لكن الحقيقة المغرب عيشتنا ليلة عربية، ليلة ولا في الخيال، أجمل ليلة في المونديال. فازت على إسبانيا وتأهلت لربع النهائي في مباراة تفوق فيها كل نجوم المغرب، وفي ركلات الترجيح كانت البطولة ثنائية، نصيب الأسد فيها كان لياسين بونو، وقدر أشرف حكيمي يخطف كل الأضواء بركلة ترجيح خيالية، ومعاهم المدرب وليد الركراكي علشان يقدر منتخب المغرب إنه يزاحم الكبار ويبقى أول منتخب عربي يوصل لدور الثمانية في تاريخ كأس العالم. وبنظرة سريعة على مشوار الأسود هتعرف إن اللي عملته المغرب مش مجرد إنجاز، لكن تقدر تقول بكل ثقة إن أسود الأطلسي تخطوا حدود الإعجاز في واحدة من أجمل حكاياتنا في كأس العالم، ولسان حال كل العرب يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. وأكيد بعد ما قدمت المغرب مشوار تاريخي ولسه هيقدموا إن شاء الله مشوار تاريخي أكبر، وراهم مدرب كبير وليد الرجراجي. تعالوا كده نشوف تقرير ده عن وليد الرجراجي ونرجع حضراتكم مرة تانية. لحظات ما تتنسيش وهو بيطير في الهواء ومتشال فوق الاكتاف، كان أسعد واحد في العالم في اللحظة دي، وليد الركراكي أو الرجراجي باللهجة المغربي الجميلة، مدرب منتخب المغرب في كأس العالم 2022 مش بس دخل تاريخ المونديال من أوسع الأبواب، لأنه أول مدرب عربي بيتأهل لدور الثمانية في كأس العالم، لأ، وليد الركراكي دخل قلوب كل العرب ونال احترام العالم كله على الإنجاز اللي حققه ده. وليد اتأسس في فرنسا، لعب لأندية عديدة هناك، وقاد التزامه إلى المنتخب المغربي، وشارك في بطولة أمم إفريقيا 2004 بتونس وفاز بلقب أفضل مدافع بالبطولة، وكمان شارك في أمم إفريقيا 2006 بمصر وأثبت جدارة كبيرة. بعد سنين قليلة الركراكي اتجه للتدريب وأثبت نفسه بجدارة، بداية من عام 2014 لما قاد الفتح الرباطي للقبين متتاليين، الأول كأس العرش والتاني بطولة الدوري المغربي على حساب الوداد والرجاء، وكان وقتها أصغر مدرب في البطولة. الأسد المغربي فاز بلقب الدوري القطري مع نادي الدحيل كمدرب، ورجع بعدها للدوري المغربي الموسم اللي فات عشان يسيب بصمة قوية مع الوداد لما فاز بالدوري وكمان دوري أبطال إفريقيا. بعدها بدأ التحدي الأصعب في مسيرته، بيتولى الركراكي تدريب منتخب المغرب 3 شهور بس كانت كافية للمدرب اللي بيخوض كأس العالم لأول مرة إنه يعمل توليفة مثالية ويقدم أفضل نسخة لأسود الأطلس من سنين. الركراكي قدر يتعادل مع كرواتيا ويفوز على بلجيكا وكندا ويتفوق على إسبانيا في دور الـ16 عشان يحقق المجد الكروي الكبير اللي العرب بيدوروا عليه من سنين طويلة. الثقة في الركراكي هتدفع المنتخبات العربية في إعادة تقييم الأسماء التدريبية الشابة، وهترفع درجة الإيمان بالمدربين الوطنيين من جديد، وده في حد ذاته مكسب عظيم. الركراكي مش وليد الصدفة، لكنه وليد مونديال قطر 2022.